قيامكم برفع هذه التسجيلات على مواقع ومنتديات الإنترنت هو عمل يتنافى مع مبادئ الأمانة، كما أنه تعدي على حقوق الآخرين. لأن علشان هيئة من الهيئات تنتج السي دي أو تنتج الشريط أو تنتج الفيديو بتصرف كتير على بال ما توصل لدي، تيجي انت تروح واخدت على الجاهز كده، طبعا حرام الكلام ده، مش صح. لأجل المسيح شارك معنا في الخدمة بشرائك للنسخة الأصلية. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. إليك يا أبي الحبيب القلب الطاهر النقي، النفس الوديعة المتقدة التي جالت بيننا زمانا يسيرا، لا تعرف الكلل ولا الملل حتى تتمم عمل الرب بكل نشاط وهمة. إلى المصباح اللامع الذي أضاء نفوسنا بنور قدوته الصالحة وحكمته الثاقبة في النصح والإرشاد. إلى الحارس الأمين الساهر دائما على خلاص نفسه ونفوس أولاده ومخدوميه، برعاية حضرة الأب الورع القس بفنوتيوس فرجالة وحضرة الأب الورع القس فيليمون وهبة، يسر كنيسة السيدة العذراء القديسة الطاهرة مريم بقرية بني أحمد الشرقية بالمنيا أن تقدم باقة من الترانيم والمدائح لأبونا البار القمص تيموساوس السورياني في إصدارها الجديد طباك يا أبونا تيموساوس، للشماس بولس ملاك والمرنمة فايزة نساب. يا أبونا تيموساوس انت حبيبنا، صلي لي يسوع يملأ قلوبنا فرح وسعادة ونور وسلام ويعيننا على مر الأيام. يا أبونا تيموساوس انت حبيبنا، صلي لي يسوع يملأ قلوبنا فرح وسعادة ونور وسلام ويعيننا على مر الأيام. يا كتاب مفتوح علشان نقراه نتعلم منه ولا ننسى نعمة يسوع دايما جوه، نعمة يسوع دايما جوه، نعمة يسوع دايما جوه، عشت حياتك كلها في رضاه. يا أبونا تيموساوس انت حبيبنا، صلي لي يسوع يملأ قلوبنا فرح وسعادة ونور وسلام ويعيننا على مر الأيام. يا أبونا تيموساوس انت حبيبنا، صلي لي يسوع يملأ قلوبنا فرح وسعادة ونور وسلام ويعيننا على مر الأيام. يا راهب زاهد في حياتك، بارك حياتنا بصلواتك، يا ما سمعنا معجزاتك، يا ما سمعنا معجزاتك، يا ما سمعنا معجزاتك واخدنا بركه مزارك. يا أبونا تيموساوس انت حبيبنا، صلي لي يسوع يملأ قلوبنا فرح وسعاده ونور وسلام ويعيننا على مر الأيام. يا أبونا تيموساوس انت حبيبنا، صلي لي يسوع يملأ قلوبنا فرح وسعادة ونور وسلام ويعيننا على مر الأيام. في كنيسة العذراء يا أبانا خدمتنا بكل أمانة، كانت بتشبه مغارة، كانت بتشبه مغارة، كانت بتشبه مغارة فصارت أعظم منارة. يا أبونا تيموساوس انت حبيبنا، صلي لي يسوع يملأ قلوبنا فرح وسعادة ونور وسلام ويعيننا على مر الأيام. يا أبونا تيموساوس انت حبيبنا، صلي لي يسوع يملأ قلوبنا فرح وسعادة ونور وسلام ويعيننا
علمتنا ان الصلاة هي طريقنا للنجاة، زي حبيبك البابا كيرلس، زي حبيبك البابا كيرلس، زي حبيبك البابا كيرلس، شعارك اما انا فصلاة. يا ولادي مساوس انت حبيبنا، صلي لي يسوع يملا قلوبنا فرح وسعادة ونور وسلام ويعيننا على مر الايام. يا ابونتي مساوس انت حبيبنا، صلي لي يسوع يملا قلوبنا فرح وسعادة ونور وسلام ويعيننا على مر الايام. وشفيعك الملك ميخائيل واقف امام عمانوئيل، يتشفع لإجابة طلبك، يتشفع لإجابة طلبك، يتشفع لإجابة طلبك، ويسوع يسمع لك ويبتهل. يا أبونا تيموثاوس أنت حبيبنا، صلي لي يسوع يملا قلوبنا فرح وسعادة ونور وسلام ويعيننا على مر الأيام. مساوس انت حبيبنا، صلي لي يسوع يملا قلوبنا فرح وسعادة ونور وسلام ويعيننا على مر الأيام. صوت الإله جوا كلامه بتسمعه دايما يقولك أي شر أنا همنعه، رب الوجود بالخير يجود ويقربه، ده بيدي خير للي يناديه وبيطلبه. دايما يا بلدي مساوس يجي المسيح ويطمنك، صوته في قلبك يهمس وفي كل يوم بيكلمك. دايما يا بلدي مساوس يجي المسيح ويطمنك، صوته في قلبك يهمس وفي كل يوم بيكلمك. ولا أي شيء يقدر يا بونا يخوفك، ده يسوع معاك راسم خطاك وبيحرسك، ويا المسيح مفيش هموم مفيش شقا، والرب شال حملك وقال ارتاح بقى. دايما يا بلدي مساوس يجي المسيح ويطمنك، صوته في قلبك يهمس وفي كل يوم بيكلمك. دايما يا بلدي مساوس يجي المسيح ويطمنك، صوته في قلبك يهمس وفي كل يوم بيكلمك. كل الأمور بإيد يسوع مترتبة، هو الدواء للنفس لو متعذبة، صلي ليسوع عشان يداوي قلبنا، هو الإله واحنا خطى يغفر لنا. دايما يا بلدي مساوس يجي المسيح ويطمنك، صوته في قلبك يهمس وفي كل يوم بيكلمك. دايما يا بلدي مساوس يجي المسيح ويطمنك، صوته في قلبك يهمس وفي كل يوم بيكلمك. لو جيوش الشر هاي كنت
كترة المشاكل مهما زادت الآلام، الهموم في الدنيا لكن انت عايش في سلام. مهما زادت الآلام انت عايش في سلام، انت عايش في سلام. لو جيوش الشر هاين كنت برضو بتنتصر، اللي جوه الرب ساوي ده لا يمكن ينكسر. يا ابونا تيموساوس كلنا بيك نفتخر، كنت عايش بأمانة ياللي بتحب الجميع، كنت راضي بالإهانة عشت طول عمرك وديع. كنت عايش بأمانة عشت طول عمرك وديع، عشت طول عمرك وديع. لو جيوش الشر هاين كنت برضو بتنتصر، اللي جوه الرب ساوي ده لا يمكن ينكسر. يا ابونا تيموساوس كلنا بيك نفتخر، كلنا بيك نفتخر. معجزاتك يا أبانا بركة لينا كلنا، صلي لينا وكن معانا طول طريقنا دلنا. صلي لينا وكن معانا طول طريقنا دلنا، طول طريقنا دلنا. لما تشتد العواصف المسيح بيطمنك، ينقذك لو كنت خايف فوق كفوفه بيحملك، ينقذك لو كنت خايف المسيح ويطمنك، المسيح ويطمنك. لو جيوش الشر هاين كنت برضو بتنتصر، اللي جوه الرب ساوي ده لا يمكن ينكسر. يا ابونا تيموساوس كلنا بيك نفتخر، كلنا
حياتهم ترشد خطويهم جوا مزارك يا أبانا. كل أولادك بأمانة جايين ياخدوا مشورتك ليهم في حياتهم ترشد خطويهم. بعدنا لما المسيح نادانا هو اشترانا واحنا بعنا. فكرنا من العالم شبعنا شربنا منه تاني عطشنا. ليه محبتنا قليلة؟ ليه بنبغض بعضنا؟ ليه محبتنا قليلة؟ ليه بنبغض بعضنا؟ دي المحبة أعظم فضيلة زي الكتاب ما قال لنا. يا أبونا تيموساوس كل واحد مشغول بنفسه، صلي لنا نرجع شعب المسيح والناس تشوفنا تمجد اسمه. الأموال مهما هتكتر بعد وقت قليلها تخلص. الأموال مش ممكن تقدر تبعيد الموت وتخليه يخلص. صلي لينا يا بنا تيموساوس إننا نرجع نتوب. صلي لينا يا بنا تيموساوس إننا نرجع نتوب. ليه ورا الأموال بنجري والكفن ملهوش جيوب؟ يا أبونا تيموساوس كل واحد مشغول بنفسه،
صلي لنا نرجع شعب المسيح والناس تشوفنا تمجد اسمه. من الكرامة بتستخبى مهما تعلى تحب تصغر، واحنا لو كبرنا حبة على اخواتنا نتكبر. يا ابانا صلي لينا يا بسيط يا طوبى وصلي، يا ابانا صلي لينا يا بسيط يا طوبى وصلي، يبقى حب الله مالينا والإله الكون صلي. يا أبونا تيموساؤس كل واحد مشغول بنفسه، صلي لنا نرجع شعب المسيح والناس تشوفنا تمجد اسمه. مش بنخاف من خالق الدنيا ومن البشر بنخاف، ما بنتكسفش نعمل خطية وبنتكسف من الاعتراف. عن إلهنا طال غيابنا ويسوع نادانا قفلنا بابنا، عن إلهنا طال غيابنا ويسوع نادانا قفلنا بابنا. صلي لينا يا أبانا للمسيح نفتح قلوبنا. يا أبونا تيموساؤس كل واحد مشغول بنفسه، صلي لنا نرجع شعب المسيح والناس تشوفنا تمجد اسمه. إنسان جه بإصرار سألك أيها البار، يا خادم الأسرار زوجتي عاقر محتار، طلبت من الأب إيمان غير مرتب، استجاب رب الأرباب ووهب لهما الإنجاب. شفت في الكنيسة شوية معجزات لأبونا تيموساؤس وعجائب وآيات، صلوات وطلبات في كل القداسات جوه وبره الكنيسة بشفاعة العذراء، من كل مكان جايين وبصلواتك طالبين معجزات وشفاء لكل علة وداء. شفت في الكنيسة شوية معجزات لأبونا تيموساؤس وعجائب وآيات، إنسان عليه شيطان أسره بقاله زمان، دايما على طول تعبان وهو زي ما كان، جه لأبونا صلى له خرج منه في الحال زي ما ربنا قال واداه من السلطان. شفت في الكنيسة شوية معجزات لأبونا تيموساؤس وعجائب وآيات، تملي بعد القداس كان بيصلي للناس ويخلع عنه الدنيا ويحطها على الراس، حبيب الرب يسوس حبك ليسوع ملموس، رحلت للفردوس وبقيت شافع للناس. شفت في الكنيسة شوية معجزات لأبونا تيموساؤس وعجائب وآيات، بالروح في وسط
وسطينا في ذكرك يا أبينا، صلي يا من فادينا يحرسنا ويحمينا. يا رب احفظ بطركنا مطرنتنا وأسقفتنا كهنتنا ورهباننا بصلوات أبونا تيموثاوس. شفت في الكنيسة شوية معجزات لأبونا تيموثاوس وعجائب وآيات. من دير السوريان ربي جاب البركة لكنيسة العذراء لأبونا تيموثاوس، واختارك بنيوت وأعطاك الكهنوت وكسبت الملكوت لأبونا تيموثاوس. في ليلة الغطاس 74 كان أول قداس لأبونا تيموثاوس، وحملت الإنجيل بشارة ودليل سلمت الكم جيل لأبونا تيموثاوس. علمتنا الطقوس وبنيت النفوس لإيسوس بيه خريستوس بتحب المزامير وقراية الإنجيل ولبست الأكاليل لأبونا تيموثاوس. الحلق حلاوة والقلب نقاوة بتزيد غلاوة لأبونا تيموثاوس. علمتنا يا حبيبنا نفتخر بصليبنا نرشمه على ذاتنا لأبونا تيموثاوس. وقلت المحبة لا تسقط يا أحبة وتهليل الغلبة لأبونا تيموثاوس. لك في كل بيت سيرة حسنة وصيت لك في السما نصيب لأبونا تيموثاوس. أولادك كمان فيهم الرهبان ساقفة وخدام لأبونا تيموثاوس. بتحب الأطفال تجري ورا الضال وتجيب على أي سؤال لمسنا ودعتك وتمثلنا لطاعتك وتعلمنا شجاعتك لأبونا تيموثاوس. قلبك كان واسع نجمك كان لامع للملكوت طالع لأبونا تيموثاوس. مهما غبت عنا تعليمك ويانا وبركاتك معنا لأبونا تيموثاوس. بالاسم عارفنا بالقلب شايفنا يا أبونا وحبيبنا لأبونا تيموثاوس. شفناك تملي وديع متواضع ومطيع للندها سريع وشافك إلهنا بركة بين الكهنة قالك هتكون معنا لأبونا تيموثاوس. قديسين حواليك فرحانين قوي بيك بينهم انت شريك لأبونا تيموثاوس. اتعطف واذكرنا قدام عرش إلهنا غايب لكن معنا لأبونا تيموثاوس. بشفاعة العذراء وشفيعك الملاك ميخائيل اللي معك حاضرين لأبونا تيموثاوس. صلي لأولادك
يواصل جهادك ولا ينسى ميعادك. الرب إلهنا القدوس يعزي شعبك أولادك وحبيبك. أبونا تيموثاوس أوبيزيك أوصري بن ميفن بك فوق بافلوس خيتيم بن شويسيسوس. أبونا تيموثاوس كان من صغره بيحب يسوع ويصليله، دايما طاهر عاش طول عمره، نور الفادي منور ليله. أبونا تيموثاوس كان من صغره بيحب يسوع ويصليله، دايما طاهر عاش طول عمره، نور الفادي منور ليله. من تعليم الفادي بيشرب البرتوى، من حب الله ينده ربنا لما بيتعب يلقى الراحة قوام وياه. من تعليم الفادي بيشرب البرتة، ومن حب الله ينده ربنا لما بيتعب يلقى الراحة قوام وياه. أبونا تيموثاوس كان من صغره بيحب يسوع ويصليله، دايما طاهر عاش طول عمره، نور الفادي منور ليله. أبونا تيموثاوس كان من صغره بيحب يسوع ويصليله، دايماً طاهر عاش طول عمره، نور الفادي منور ليله. عن متع العالم متغرب وطنه وشاوت قلبه سماه، من ربنا على طول بيقرب سايب كل المال والجاه. عن متع العالم متغرب وطنه وشاوت قلبه سماه، من ربنا على طول بيقرب سايب كل المال والجاه. أبونا تيموثاوس تملي بيغلب ده ربنا على طول سنداه، وبصلواته إبليس يهرب واللي يعيش زيه يهنا. أبونا تيموثاوس تملي بيغلب ده ربنا على طول سنداه، وبصلواته إبليس يهرب واللي يعيش زيه يهنا. أبونا تيموثاوس كان من صغره بيحب يسوع ويصليله، دايما طاهر عاش طول عمره، نور الفادي منور ليله. أبونا تيموثاوس كان من صغره بيحب يسوع ويصليله، دايما طاهر عاش طول عمره، نور الفادي منور ليله. نشاتي يا مختار في بيت كله أطهر، بيحب يسوع البار. من بيوت أبا تيموثاوس ذهبت إلى الدير، بعد حياتي التدبير وبدأت جهاد كثير. من بيوت أبا تيموثاوس من دير السوريان، تخدم في كل مكان حتى وانت تعبان. من بيوت أبا تيموثاوس بالإيمان مليان، واثق في الحنان، ده سمعك يا إنسان. من بيوت أبا تيموثاوس مع الملك فرحان، بترتل بلا الحان بصوتك الرنان. من بيوت أبا تيموثاوس للصبح سهران، تعمل القربان بالمزامير كمان. من بيوت أبا تيموثاوس بتواضع كان غلبان، هزمت الشيطان، سرتك على كل لسان. من بيوت أبا تيموثاوس
بيخبط بعصيته على الباب في زيارته، قلبه كله لربه بيوت أغطي موسيقوس، بنسك مع صيام بنفس لا تنام يا حمامة للسلام بيوت أغطي موسيقوس. في كل الأيام عندك فيها صوم وصلاة على الدوام بيوت أغطي موسيقوس، دايما موجود سلام وما تحبش الخصام من غير أي كلام بيوت أغطي موسيقوس. يا منارة ليلانا عشت في الألم زي يسوع تمام بيوت أغطي موسيقوس، عجيب اتضاعك وحبك لولادك ده احنا كلنا خرافك بيوت أغطي موسيقوس. اذكرنا في صلاتك شعبك ويا ولادك كلنا طالبين صلواتك وجهك مضي كملاك يا أبونا طوباك في السماوات سكنك بيوت أغطي موسيقوس، حياتك مرضية ذبيحة حقيقية يا هناك بالأبدية بيوت أغطي موسيقوس. بالحلة النورانية وسيا بر نقية في أورشليم السمائية بيوت أغطي موسيقوس، ذهبت للفردوس وأنت بكر وعروس لإلهنا القدوس بيوت أغطي موسيقوس. ودعوك بكرم ودموع احترام بعد أشد الآلام بيوت أغطي موسيقوس، في تلات أمشير العيد تذكرك السعيد نتهلل بالتمجيد بيوت أغطي موسيقوس. جسدك بالكنيسة للعذراء القديسة بالبلدة النفيسة بيوت أغطي موسيقوس، يا شفيع المجاهدين صوتك له رنين في صفوف السمائين بيوت أغطي موسيقوس. صلي عنا أمام الله وذكر راعي الرعاة البابا بتركنا بيوت أغطي موسيقوس، وشركاء مطرنتنا وكمان سقفتنا وأحبرنا وكهنتنا بيوت أغطي موسيقوس. يا حبيب الرب القدوس صلي للحقير بافلوس يريد أن يرث الفردوس بيوت أغطي موسيقوس. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. سيرة أبينا البار الطباوي القمص تيموسيوس السورياني. ومما هو جدير بالذكر أن من علمنا أن النطق السليم للإسم تيموسيوس هو نيافة مثلث الرحمات الحبر جزيل الاحترام الأنبا غريغوريوس أسقف الدراسات العليا اللاهوتية والثقافة القبطية والبحث العلمي، نيح الله نفسه في أحضان أبائنا القديسين. ومعنى اسم تيموسيوس هو مكرم من الله أو متعبد لله. ولد أبونا تيموسيوس السورياني بقرية كفر الشهيد التابعة لمركز ميد غمر بمحافظة الدقهلية في الأول من فبراير عام 1928 ميلادية،
ودعاه أبواه باسم ويليام، وكان لوالده مكانة مرموقة إذ أنه عمدة القرية. وحصل ويليام على العلوم الدينية والدنيوية من صغره، وبعد فترة انتقلت الأسرة المباركة من كفر الشهيد إلى شبرا بالقاهرة، وذلك بعد أن تنحى والده عن العمودية وعينته الدولة بشكاتب محكمة مصر. فالتحق ويليام بمدرسة الملائكة التابعة للرهبان الموارنة حتى أكمل دراسته بكلية فيكتوريا، وهكذا تعلم من صغره حياة التدقيق وحب النظام الذي أتقنه من الرهبان الموارنة ومن أسرته المباركة. وعلى الرغم من عظم تقوى والدته المحبة للصلاة وأعمال الرحمة والصوم والمواظبة على الكنيسة والقدسات، إلا أن الله سمح لها بتجربة تقبلتها بالصبر والشكر دون ضجر، إذ أصيبت بالشلل لمدة 10 سنوات. كما كان للابن ويليام أخت تكبره سناً ومملوءة نعمة وبركة، مرضت وهي في سن 14، وظهرت لها السيدة العذراء كلية الطه وأعلمتها أنها سوف تنتقل من هذا العالم، وفعلا تنيحت في يوم الجمعة العظيمة سنة 1936. ثم تنيح والده سنة 1945 ووالدته سنة 1962، ورسم ويليام شماسا، فصار كما يستحق لهذه الرتبة وما يجب أن يكون عليه الشماس من نقاوة وعبادة صادقة وخضوع وسيرة عطرة. ولم يكتفي ويليام بذلك، بل أراد أن يكرس كل وقته لخدمة السيد المسيح والدراسة الدينية، فالتحق بالكلية الإكليريكية سنة 1948. ثم اتجه ويليام إلى الرهبنة، وصارح أب اعترافه بذلك الذي أيده، وقد ترك العالم بكل ما فيه ليحمل صليبه كل يوم ويتبع مخلصه، وليملك حب إلهه على كل قلبه وكل نفسه وكل قدرته. ودخل دير السريان في شهر نوفمبر عام 1949، وبعد أقل من شهرين من دخول الدير تحققت شهوة قلبه وتمت صيامته راهبا في 1 يناير عام 1950 باسم أبونا تيموثيوس السرياني. وعندما حضر الأنبا يكوبس مطران القدس يطلب راهبا يعاونه في الخدمة في القدس، استقر رأي الجميع على أن الراهب تيموثيوس السرياني جديرا بهذه الخدمة، فأخذه الأنبا يكوبس معه، وفي القدس تمت صيامته كاهنا في 1/9/1951 ميلادية. ولاشتياقه لحياة الدير رجع إليه سنة 1952، ثم رقاه نيافة الأنبا ثيوفيلوس رئيس دير السريان لرتبة القمصية، ووضع عليه اليد في 27/3/1953. وبعدها بشهور قليلة اختاره وكيلا له ونائبا عنه في مقر الدير بالقاهرة المعروف بالعزباوية، وظل في خدمة مقر الدير بالعزباوية حوالي 6 سنوات، من سنة 1953 وحتى سنة 1959، فخدم مقر الدير باجتهاد وأمانة. أثناء خدمته بالعزباوية قام بعمل كنيسة في مقر الدير بالاتفاق مع الأنبا ثيوفيلوس رئيس الدير، ومن هذا الوقت بدأ يصلي قداس كل يوم حتى نياحته، متمثلا بمعلمه وأبيه الروحي القمص مينا المتوحد الذي صار فيما بعد قداسة البابا القديس الطباوي الأنبا كيرلس السادس. وقد بلغ عدد القداسات التي صلاها أبونا تيموثيوس طوال حياته حوالي 16,000 قداس تقريبا. وعندما اختارت السماء قداسة البابا كيرلس السادس بطرياركا للكرازة المرقسية في عام 1959، اختار قداسته أبينا الحبيب القمص تيموثيوس السرياني سكرتيرا له، وذلك لما لمسه فيه من قداسة وطاعة ومحبة للخدمة. واستمر في خدمته 6 سنوات
من 1959 وحتى سنة 1965. ثم شاء الرب أن يخدم وكيلا للمتنيح الأنبا لوكاس أسقف منفلوط وأبنوب حتى سنة 1973، وبعد ذلك استقر بدير السيدة العذراء القديسة الطاهرة مريم بجبل الطير بصملوط لمدة 6 شهور. في شهر يناير سنة 1974 وقبل عيد الغطاس بعدة أيام، أرسل أبونا سدراك كاهن كنيسة السيدة العذراء بقرية بني أحمد الشرقية وفد من شعب القرية التابعة لإبرشية المنيا وأبو قرقاس لدعوة أبونا تيموثيوس للخدمة بالكنيسة، وذلك بناء على رؤية سمائية من السيدة العذراء إلى أبونا سدراك. ولم يتوانى أبونا تيموثيوس عن تلبية الدعوة، إذ أن السيدة العذراء كانت قد أعلمت أبونا تيموثيوس برغبتها بأن يقوم بخدمة كنيستها بقرية بني أحمد الشرقية في رؤيا. أيضا بدأ أبونا الطباوي رحلة كفاح طويلة في هذه الكنيسة المباركة، والتي لم يوجد بها في ذاك الوقت أي استعداد لإقامته، فأحضر له القمص سدراك سريرا من منزله الخاص لينام عليه في حجرة صغيرة جدا غير صالحة للإقامة من حيث الإضاءة والتهوية وخلافه، وقد تحولت فيما بعد إلى مكتبة بيع، ثم حاليا بها المزار الخاص به. وبدأ يجول في بلاد كثيرة ونواحي متعددة، وبالأخص في محافظتي المنيا وأسيوط، ثم فيما بعد القاهرة والإسكندرية، وذلك لجمع التبرعات لاستكمال بناء الكنيسة. وكم قاسى من ألام وأتعاب وأصفار حتى أتم البناء وعمل سقف للكنيسة ومنارتين ومعمودية كبيرة، وقام أيضا بعمل مشغل في أحد المنازل التي اشتراها بجوار الكنيسة لتعليم الفتيات الخياطة، وفي منزل آخر عمل مشروع لخدمة المعوقين كل حسب نوع إعاقته، كما عمل أيضا دورات تدريبية لتعليم حرفة النجارة وبعض الحرف الأخرى خصوصا للشباب الذين لم يكن لهم نصيب في التعليم، وذلك لكي يجدوا مهنة شريفة يعيشوا أو يتعايشوا منها هم وأسرهم وزويهم. واشترى لهم أتوبيس صغير يسع 24 راكب للرحلات وزيارة الأديرة وأماكن القديسين، وسيارة أخرى نصف نقل لخدمة نقل جثمان الموتى من البلدة إلى المقابر، ولخدمة بقية شؤون الكنيسة وقضاء طلباتها واحتياجاتها. ثم بدأ يفكر بجدية في إقامة مستوصف خيري أو مستشفى مصغر، وللحقيقة فهذا أكبر المشاريع التي واجهه فيها متاعب وصعوبات، فقد قوبلت فكرته بعدم التأييد بل بالرفض نهائيا، لكن لأن عمل الله لا يقاوم، وأمام صخرة إيمانه القوية الجبارة وتمسكه العجيب بهذه الفكرة الإنسانية العظيمة، فقد تم كل شيء، وأعطاها الله ليس فقط سؤال قلبه بل أعطاه أكثر مما يسأل أو يفهم. ومما هو جدير بالذكر أن أبونا القمص تيموثيوس السورياني كانت له دالة كبيرة مع قداسة البابا كيرلس السادس أثناء حياته وبعد نياحته، وكثيرا ما كان يطلب صلاته وشفاعاته في أمور كثيرة، وكانت لهما علاقة جميلة مع بعضهما. كان أبونا تيموثيوس يتكلم مع الكثيرين من أبنائه قبل نياحته بفترة عن انتقاله، وكثيرا ما كان يذكر الآباء المنتقلين، ومنهم نيافة الأنبا ثيئوفيلوس رئيس دير السريان المتنيح. أحد الآباء المباركين كانت تربطه بأبونا صلة وثيقة وقوية جدا، يقول: في يوم الأربعاء 7 فبراير 1996 كنت مستلقي على فراشي في قلايتي في حالة استرخاء، ولكني يقظ، وإذ بي أشم رائحة بخور عطرة جدا،
وفجأة سطع بقليتي نور شديد، فتأملت وإذ بي أرى أمامي حبيبي الغالي القمص تيموثاوس بثياب بيض، وكما لو كان في عز شبابه، يعني مثلا سن 30 سنة. وسمعت صوتا يردد بعض الكلمات، فهمت منها أن أبونا سوف ينتقل بعد 3 أيام. وفعلا هذا ما حدث، إذ فاضت روح أبونا في يوم الجمعة 9 فبراير 1996، وانطلقت تحملها الملائكة محلقة في أجواء السماء، مسبحة ومرنمة تسبحة الغلبة والخلاص التي عاشت تتغنى بها طيلة أيام غربتها على الأرض، بعد أن تنقت وتمحصت بالألام والتجارب والأمراض، وكان ذلك في مستشفى السلام بالمهندسين بالقاهرة، وتمت فورا وبكل سهولة الإجراءات اللازمة لنقل جثمانه الطاهر إلى مقر خدمته وإلى كنيسته التي أحبها، وجهز لنفسه مدفنا بها، وتمت الصلاة على جسده المبارك في اليوم التالي، وشيعت جنازته رسميا وشعبيا ودينيا في موكب مهيب محمولا على أكتاف أولاده، ومودعا من ألوف المسيحيين والمسلمين الذين أحبوه وعرفوا فيه أبا للجميع بدون تفريق. يقول أحد أفراد شعب مدينة بني مزار: كان أبونا تيموثاوس سريع الندهة وله شفافية، يشعر بمن يحتاجه أو يطلبه فيحضر حالا دون الاتصال به. وقد حدث أن مرضت زوجتي وهزلت جدا بسبب نزيف دموي حاد، وتمنت من كل قلبها حضور أبونا تيموثاوس للصلاة من أجلها، وفجأة وجدناه يطرق الباب وصلى لها ووضع عليها صليبه المبارك فشفيت في الحال. وتكرر نفس الأمر مرة أخرى، إحدى السيدات مرضت وتعبت جدا، وطلب الطبيب المعالج عمل رسم قلب الذي أوضح ضيق بالشريان التاجي ولازمت الفراش، وطلبت من كل قلبها حضور أبونا، فسمعها زوج ابنتها فقرر الذهاب لقرية بني أحمد لاستدعاء أبونا بناء على رغبتها. وقبل أن يتحرك زوج ابنتها من منزلها، فوجئ الجميع بحضور أبونا وصلى لها، فتماثلت للشفاء تماما، وفورا وللتأكيد قاموا بعمل رسم قلب آخر أثبت أنها سليمة تماما، لدرجة أن الطبيب المعالج ألغى كل الأدوية مقرا بالمعجزة. وكما يقول أحد أفراد شعب الكنيسة: كان الله قد رزقني بابنتين، وحدث لزوجتي حمل ثالث، فأرادت زوجتي أن تتخلص منه خوفا أن تكون بنت ثالثة، ولكن عند أخذ رأي أبونا تيموثاوس منعها عن ذلك، ووعدها بأن المولود سيكون ولد وسوف يسمونه مايكل. وقبل الولادة تنيح أبونا تيموثاوس، وبعد نياحته تم الوضع، وكان المولود ولد وأسموه مايكل، وحدث له نزيف في مكان الحبل السري، فظهر أبونا تيموثاوس لزوجة العم الأصغر وقال لها: ما تزعلوش، مايكل مش هيجراله حاجة. وفعلا تم الشفاء، وأصبح مايكل بصحة جيدة ببركة صلوات أبونا القمص تيموثاوس السرياني. بركة صلواته وطلباته المقدسة فلتكن معي ومعكم يا أبائي وإخوتي، آمين. في الكنيسة المنصورة قديس بأحلى صورة، روحي به فخورة، أبونا تيموثاوس أصله من كفر الشهيد، من أسرة إيمانها شديد، حب الله فيه وطيب، أبونا تيموثاوس
الفضيلة والكمال هدفا في كل حال، فنماك أحلى مثال. أبوه الراهب الروحاني، أبونا داود المقاري، اقتاده للباري. أبونا تيموثاؤوس نال الشموسية ودرس الإكليركية فأحب الرهبانية. أبونا تيموثاؤوس في دير السوري أنت رهبا بإفتتان كجندي للديان. خدم في أورشليم قبر الفادي العظيم بتفاني وقلب سليم. أبونا تيموثاؤوس ست سنوات هانية خدمت شفيعتك الطوبوية بمقر العزباوية. وحبيبك الأم سمينة صار لك أحلى سفينة لترسو على الميناء. أبونا تيموثاؤوس اختاروك بابا كبير لبيعة بن سوتير فكنت له سكرتير. كان قدوة لك كبيرة بقدسات الكثيرة فحكت نفس السيرة. أبونا تيموثاؤوس 16,000 قداس ربطت بهم الناس بمحبة مسيح. لم تنسى صلتك الشخصية بإلهك المسيا وسط الخدمة القوية. أبونا تيموثاؤوس فكنت كجندي جسور ناسي كان بغير فطور سرتك إشعاع للنور. أبونا تيموثاؤوس في تعب في أصفر في ضيقات ومؤامرة شرار احتملت بكل إصرار. اكتذبت في منفلط خيرف بلا حدود إلى طريق الملكوت. أبونا تيموثاؤوس أولادك في كل مكان سقف وقصوص ورهبان أنت قائدهم الربان. علمتهما الطقوس لشعبك كنت تسوس أعطيتهم كل الدروس. أبونا تيموثاؤوس وذهبت لجبل الطير للوحدة والتدبير لتكون مع القدير. دعيت من النقية لبني أحمد الشرقية لأداء خدمة قوية. أبونا تيموثاؤوس أرشدت أبونا صدرك على الفور استدعاك طباه ثم طباك. فأكملت بنا الكنيسة بجهود صعبة نفيسة رغم كل دسيسة. أبونا تيموثاؤوس أحببت الفقراء شعرت بمدى العانى كنت طبيبا ودواء. مستشفى عظيمة لإخوة فدينا أنشأها حبيبنا. أبونا تيموثاؤوس شفيعه والجليل رئيس الملائكة ميخائيل المعين في كل جيل. ميخائيل بأرش أنجيلوس رئيس جند السماوات لبى لك الطلبات في كل الأوقات. ميخائيل بعرش أنجيلوس رفيقك وسط الحروب نجاك من الكروب
في حب القلب يذوب ميخائيل بعرش أنجيلوس، أولادك المساكين طلبوه بقلب أمين، فكان خير معين ميخائيل بعرش أنجيلوس، ظهرت بالسياحة لأولادك بكل صراحة لتهب لهم الراحة. صنعت المعجزات لمن في الضيقات بمعونة رب الأرباب. أحببت أساميك تيموساؤس السائح، باسمه مسبح بنيت ولما أكملت الجهاد علمت بالميعاد، جاء وقت الأمجاد. أحد شيوخ الرهبان رأك بالعين بملابس بيض سمان، تكللت بلا كليل بالفرح والتهليل كقدوة لكل جيل. في وسط المزار صاح كل الزوار قائلين بكل فخار أبونا تيموثاؤس، اسمك عظيم في كل المسكونة يا أبي الجليل. اذكرنا في الصلاة أمام عرش الإله ليرحمنا نحن الخطاة. أبونا تيموثاؤس يا أبناء التسبيح انظموا ليوم مديح لحبيب يسوع المسيح. تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين، الكل يقولون يا إله أبونا تيموثاؤس عنا أجمعين. أكسياتي أجيا مريتي با أرسينوس أكسيوس ميخائيل بنشتي إن أرشي أنجيلوس أكسيوس أفامينا إنتني إيفايات أكسيوس بنيوتس وبابا كيرلوس بيماسو أكسيوس بنيوتسو وبابا تيموثاؤس به غومينوس. يسر كنيسة القديسة العذراء مريم بقرية بني أحمد الشرقية بالمنيا أن تعلن عن صدور الجزء الرابع من سلسلة كتب حياة ومعجزات أبينا البار القمص تيموثاؤس السورياني. تطلب الكتب كما تطلب هذه الاسطوانة من مكتبة الكنيسة
ولطلب الكميات يرجى الاتصال برقم 012-23-69-2107. والرب يعوض تعب محبتكم خيرا ويهبكم سؤل قلبكم بشفاعات أمنا العذراء القديسة الطاهرة مريم وطلبات أبينا البار القمص تيموثاؤس السورياني. مكتبة البابا كيريلوس بشبرا لصاحبها ومديرها الشماس بولس ملاك. المكتبة ترحب بكم وتسعد بزيارتكم. 5 شارع البعثة خلف مكتبة المحبة بشبرا. قسم الهدايا، هدايا عامة وهدايا مدارس الأحد. لدينا تشكيلة رائعة من هدايا مدارس الأحد مثل الميداليات والصلبان والسلاسل والأنسيالات والبازل والأقلام والمجات المزينة بصور القديسين والبراويز الصغيرة والصلبان الجلد وصور القديسين مزودة بسيارهم للدروس الخاصة بأعيادهم وكتب المناهج وغيرها الكثير والكثير لخدمة مدارس الأحد. كما يوجد لدينا مجموعة جميلة من الهدايا العامة مثل تماثيل البورسلين والبراويز والساعات وصلبان التعليق بأحجام وأسعار مختلفة. قسم أدوات الكنيسة، الأدوات المعدنية واحتياجات المذبح. لدينا جميع أدوات المذبح المعدنية مثل أطقم المناولة، الكأس والصينية والمستير والقبة، وأطقم أكواب صرف التناول المعدنية والدفوف بمقاساتها المختلفة، والترينتو والبشارة وأطقم مفارش المسبح والصلبان المعدنية وأطباق الحمل وبيض النعام وأختام القربان وأختام فطير الملاك. الآن لدينا البخور اليوناني بسعر لا ينافس، كما يوجد لدينا البخور المعطر والعادي والشمع والأبركة من إنتاج الأديرة المختلفة، وكراسي المسبح المصنوعة من الأكليريك المضيء بصور القديسين المختلفة، وأيضاً كراسي المسبح الخشبي. من فضلك اسأل عن سعرنا قبل الشراء وستجد المفاجأة. قسم المطبوعات، كتب، صور، نتائج، اسطوانات سي دي ودي في دي. نحن نقوم بطباعة الكتب والنتائج والتقاويم وكروت المعايدة وشهادات التقدير والصور وكافة المطبوعات الورقية وطباعة الإسطوانات وكل ما يخصها، ونقوم بعمل الميداليات التذكارية للمناسبات المختلفة والبادجات وأي أشياء أخرى تحتاجها الخدمة بأرخص الأسعار وأجود الخامات وأجمل التصميمات. ولدينا أشهر وأعظم الفنانين المسيحيين لرسم الصور بالكنائس بأسعار لا تنافس بدون عمولات ولا تدخل مادي في شيء، وننفرد بصور القديسين مكتوب عليها سيارهم ومدائح تمجيدهم. سعرنا يصل إلى 50% في بعض الأحيان. قسم ملابس الكهنوت، أسعارنا وجودتنا لا تقبل المنافسة. يوجد لدينا تشكيلة رائعة جداً من التونيات والبدرشيلات للشمامسة وملابس الخدمة الكهنوتية للأباء الأساقفة والأباء الكهنة من السدرات والبرانس والطيلسانات والعمم. كما يوجد لدينا أيضاً أفضل الأشكال والخامات من لفائف وإشربات التناول. من فضلك اسأل عن سعرنا قبل الشراء وستجد المفاجأة. قسم المناسبات، العزاء، أسعارنا وجودتنا لا تقبل المنافسة. نحن متخصصون في عمل الهارد كفر بصورة المتوفي وبياناته للكتب القيمة التي تختارونها
كما نقوم بعمل علبة قيمة للكتاب بأرخص سعر للهارد كفر والعلبة، لأنها فكرتنا نحن أصلاً، ونقدم لكم أرخص سعر لشنط العزاء لأنها من إنتاجنا. كما يوجد لدينا مجموعة جميلة، صلبان وبراويز وكريستالات وطبلوهات وهدايا بورسلين والكتب والإسطوانات والساعات وكافة الأفكار الجديدة. سعرنا يصل إلى 50% في بعض الأحيان. إصدارات الشماس بولس ملاك، إسطوانات، كتب، شرائط كاسيت. إسطوانات ترانيم روحية وترانيم وتماجيد القديسين ومدائح روحية وكنسية وطقوس ألحان الكنيسة والتسبحة بالقبطي والعربي، والأجبية مسموعة والكتاب المقدس مسموع، بالإضافة إلى سلسلة كتب معجزات عجيب هو الله في قديسين لمعجزات البابا كيريلوس، ومجموعة كتب سير القديسين وبعض الكتب التأملية من إنتاجه. لسنا الوحيدون، ولكننا بالجودة والأمانة متميزون. سوياً سنحارب الاستغلال في مجال النشر والمطبوعات والهدايا المسيحية. المكتبة ترحب بكم وتسعد بزيارتكم. 5 شارع البعثة خلف مكتبة المحبة بشبرا. للاتصال تليفون أرضي 02-25-74-5987، موبايل 012-24-57-9072.